طب ايه رايك يا باسم ننزل مع بعض؟ الكاميرا يحكى انها نزلت في الشارع وشافت راي الناس ايه عن موضوع حلقتنا النهارده والسنه الجديده. تعالوا نشوف مع بعض يلا. ونرجع تاني للاستوديو. يلا بينا. نفسي يتغير بس الزمالك ان شاء الله كده ياخد بطوله السنه دي كده مع السنه الجديده، وانا فعلا بحب التغيير. يعني مفيش حاجه معينه يعني في دماغي دلوقتي ممكن اغيرها، ممكن اغير عربيتي. هو انا من الشخصيات اللي بحب التغيير على طول، وممكن بحب يعني مهارات جديده اكتسبها، اصحاب جداد، اماكن جديده احب اشوفها، يعني بحب استكشف العالم. يعني والله امنياتي في السنه الجديده يكون خير وسنه سعيده علينا وعلى المسلمين وعلى مصر كلها. والله يعني انا نفسي ابطل تدخين، بس دي امنيتي في السنه الجديده لان انا اكون ابطل التدخين. يعني والله اي حاجه مضايقاني هغيرها ان شاء الله في السنه الجديده. الحاجات اللي ممكن تتغير في السنه الجديده بالنسبه لي، الواحد ممكن يحاول يكبر في شغله بالنسبه لبيته ولاسرته، مثلا لو في حاجات ما قدرش يحققها السنه اللي فاتت نحاول نشوف ايه اللي ممكن نقدر نعمله السنه دي ان شاء الله باذن الله كسنه جديده، ونحاول ان احنا نطور من نفسنا نبقى احسن ان شاء الله. يعني اتمنى في السنه الجديده ناخد كورسات مثلا او اي حاجه، كورسات دراسات كده تغيرني للاحسن يعني بالنسبه للسنه الجديده ان شاء الله. يعني نغير يعني السلبيات بتاعتنا تبقى ايجابيات، نغير كشخص من مجتمع لبلد لكل حاجه.